أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج هداية السائل، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الخاصة بشهر محرم الحرام وصفر وما يخص الزيارة الأربعينية أو ما تعرف بزيارة العشرين من صفر. من الأسئلة التي اخترناها من كم كبير من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، منها هذا السؤال: هل يجوز استخدام بعض الآلات الموسيقية في المواكب والشعائر الحسينية لما لها من تأثير على النفس؟ هذا السؤال وإن ربما كرر في الحلقات الماضية، ولكن هناك وجه آخر للجواب ينضم إلى ذلك الوجه الذي ذكرناه كإجابة حينما طرحناه أولاً. الآلات الموسيقية كما هو معلوم ومعروف أنها آلات محرمة استعمالها والاستماع إلى أنغامها وإلى موسيقاها وما يخرج منها استعمالا واقتناء وكل ما يخص الاستعمال. آلات الموسيقية يعد محرما وحراما، لذلك لا يمكن عقلائيا وعرفيا أن يخطر في البال أن نستفاد أو يستفاد من الآلات الموسيقية في العزاء الحسيني. نعم، هناك بعض الآلات تعهدناها أو صارت معهودة عند العقلاء عند الناس من أنه تستعمل في العزاء الحسيني، ومن هذه الآلات مثلا الطبل الكبير، أو مثلا البوق أو ما يسمى بالبرزان، أو آلات أخرى. هذه آلات أساسا كانت تستعمل في عند العسكر، يعني عند الجيش، وذلك لحث العسكر على المسير أو على القتال، فلذلك هم يستخدمون هذه الآلات لما لها من فائدة. وأما في العزاء الحسيني، في العزاء الحسيني اعتاد يعني أصحاب العزاء ومن يقيمون العزاء أن يستعملوا هذه الآلات اللي هي الطبلة ومثلا المزمار أو ما يصطلح عليه بالبوق أو البرزان، لأجل أن يبعثوا في مجموع المعزين الهمة والشجاعة، كأنها تصور لهم أرض المعركة. هكذا كانت نظرتهم لهذين أو لهاتين الآلتين. أما ما عدا هاتين الآلتين من آلات الموسيقى فعرفا وعقلائيا لا فائدة من استخدامها في العزاء الحسيني، لا فائدة منها ترجى. نعم، هناك بدائل اللي هو الصوت البشري، لم ربما الصوت البشري أكثر تأثيرا من الآلة الموسيقية في النفس، وكما نرى ذلك عيانا حين يعني عند الخطباء وعند الرواديد بأصواتهم الشجية يناغمون النفس البشرية ويستدرون منها الدمعة. بل هناك من الخطباء ومن المنشدين أو الرواديد
ما أن يبدأ يعني بقراءة القصيدة بأول حرف منها ترى النفس تهتاج وتدمع العين وتنتاب الإنسان فورا من الأحاسيس الجياشة، ويبدأ بالبكاء يعني على الإمام الحسين عليه السلام. فالصوت البشري أكثر تأثيرا من أصوات آلات الموسيقى. فالشعائر الحسينية يعني ربما الأفضل أن تكون خالية مما لا يجوز الاستفادة منها. هذا هو السؤال الأول. سؤال آخر أيضا من الأسئلة التي طرحت على البرنامج، سؤال يقول: هل يجوز إدخال الموسيقى الحزينة أو الموسيقى التأثيرية في مشاهد مثلا مسرحية؟ هذه المسرحية هي لتمثيل واقعة الطف أو ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في يوم العاشر. الجواب، عين الجواب الذي ذكرناه آنفا في أول سؤال حول فائدة استخدام الآلات الموسيقية. الآن صوت الموسيقى الذي لربما هو يعني وليس من قبل الآلات نفسها، الآن أصبح هناك آلات إلكترونية تصدر أصوات هي لم تصدر سابقا من آلات موسيقية معروفة. فصاحب السؤال يقول: هل نستطيع أن نستخدم هذه الأصوات في فواصل المسرحية أو في نفس المسرحية، لأن الموسيقى مؤثرة أو تعطي انطباعا مؤثرا؟ الجواب، نعين الجواب، نفس الجواب، ينبغي تنزيه الشعائر الحسينية من المحرمات أو ما فيها شبهة الحرام. إذا مجرد شبهة مع الحرام ينبغي تنزيه آلات تنزيه الشعائر الحسينية منها، سواء كانت آلات موسيقية أو أجهزة إلكترونية تصدر أصوات الآلات الموسيقية أو أي شيء. نعم، يخرج من كل ذلك الأصوات البشرية إذا أصدرت صوتا يشبه صوت الآلات الموسيقية، هذا خارج. أيضا من الأسئلة يقول صاحب السؤال: التظاهر في الشعائر الحسينية جائز أم لا؟ طبعا حتى نبين معنى السؤال، لربما يلتبس على البعض أنه ما معنى التظاهر ها هنا، يعني واحد يسوي مظاهرة مثلا؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود من السؤال يعني يتظاهر اللي صاحب يعني الموالي الشيعي المؤمن من يطلع في موكب عزاء، يعني لا ينشد مع المنشدين بصورة حقيقية ولا يلطم مع اللاطمين مثلا بصورة حقيقية، لا، تظاهرا هكذا يتظاهر أنه مشارك، يتظاهر أنه يلطم، يتظاهر أنه يبكي، من هالقبيل. هذا يعني هذا معنى التظاهر في السؤال، وليس التظاهر بمعنى يعني الخروج في مظاهرة، مو هذا المقصود. الجواب: التظاهر إذا كان بمعنى الإعلان والإراءة للآخرين فإن الإعلان في الشعائر الحسينية يوجب تشجيع الآخرين عليها، يعني على المشاركة في الشعائر الحسينية، فيزداد العمل بذلك فضلا وثوابا. ف
فيكون هذا المتظاهر باللطم أو المتظاهر بالبكاء له فضل وله ثواب. لماذا؟ لأن بفعلته هذه شجع الآخرين على الدخول في العزاء الحسيني والمشاركة فيها، وهذا الأمر أهم من مسألة التظاهر. هذا طبعا الكلام بالنسبة إلى مطلق الشعائر الحسينية. أما التظاهر بالنسبة إلى البكاء، يعني في خصوص البكاء، هناك نص في المسألة هذه. مطلق الشعائر مثل اللطم والتطبير غيرها، الخروج بهتافات شعر رادود، يعني مطلق الشعائر، التظاهر يجلب التشجيع، تشجيع اللي ما يشاركون يخليهم يشاركون بالعزاء الحسيني، وهذا فيه فضل وثواب. أما بخصوص البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، فقد وردت فيه روايات شريفة تقول: من أبكى على الحسين أو بكى أو تباكى فله الجنة. ثلاثة معاني: بكى، أبكى. أبكى يعني جعل الآخرين يبكون، كأن يقول مثلا هو يعني هو الرادود أو هو مثلا الخطيب يبكي الآخرين. بكى يعني هو بنفسه بكى. تباكى، وهذا هو محل الشاهد، تباكى يعني تظاهر بالبكاء. التباكي يعني أنه لا تطاوعه الدمعة، ما تطلع الدمعة من عنده، بدأ يبكي فيجعل نفسه على هيئة الباكي، وهو يعني التظاهر بالبكاء. الغرض من التظاهر هنا في البكاء إشعار النفس بالحزن، مو أنه يراوي الآخرين، لا، وإنما يشعر نفسه بالحزن ودعوة الآخرين إليه، علما بأن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام يبعث الإنسان الباكي إلى أن يقتدي به، يعني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بكى على الإمام الحسين عليه السلام، ويسير على نهجه، على نهج رسول الله وعلى نهج أمير المؤمنين وعلى نهج الإمام الحسين عليه السلام. مضافا إلى أن رحمة الله تعالى واسعة، ويريد أن يجعل للإنسان حتى العاصي منهم طريقا للهداية والنجاة من نار جهنم. ولدينا أيضا الكثير من الأسئلة، نرجئها إن شاء الله إلى الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.